ولكن شبابنا الليلة هو زعم تونس قادرة على تحقيق انتقال طاقي عادل. نحن اليوم من جاوزوس 450 ميجاوات كي نحسبوا الكل معناتها اللي موجود الكل بالطاقة الرياح بالطاقة الشمسية لوتو برودكسيون واللي فوق مازلنا بعاد وبالطاقات زاد المائية اللي عملتهم لنا شوية فرنسا واللي عملناهم نحن بعد الاستقلال. منها انه تونس عندها موارد شمسية وهوائية كبيرة ياسر اللي تخلينا انه نجموا إذا استغليناه على على أفضل وجه انه نحقوا انتقال طاقي عادل. خطاب فريق المساندة قائم على جملة من المغالطات، كيفاش ستيك تشرك الخواص وقت اللي احنا اليوم عايشين في ظل تغول الخواص وسيطرتهم على مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة. أولاً تونس عندها احتياجات كبيرة وظروفها ما تسمحش باش نبقاو في المنوال اللي معتمدة إلى حد الآن، لأنه المستقبل نتاع البلاد نتاعنا في الانتقال الطاقي. على خاطر قاعدة التكلفة نتاع الكهرباء أغلى من اللي قاعدة تبيع فيه، هل المستثمر الخاص يساعده أنه يبيع بالخسارة؟ بتبيع ما يساعدوش، دونك الفاتورات باش تكون أغلى. خاطر عندك ستيك موازناتها المالية مختلة، هي عندها ريزو اليوم يقص فيه الضوء على مواطن بعد أكثر من 60 سنة استقلال في بلاده، على خاطر الريزو خايب، على خاطر الريزو لازمو أميليوراسيون لازمو مانتونونس. غاز هذايا اللي نستوردوا فيه أكثر من 65% منه بالعملة الصعبة، وأكثر من 75% دعم. الفلوس اللي ماشية للدعم والتوريد مش مشاريع الطاقات المتجددة أولى بها؟ إيد تفوت فيها قيمة العجز الطاقي 50% وتعيش في عجز من عام 2000، كيفاش تنجم تفسر لي إنه نحن قادرين على إنه نوصلوا ونحقوا إنتاج طاقي عادل في بلاد كيف هذا؟